صباح الخير أو مساء الخير على حضراتكم. في مقرر MD710 Public Health and Preventive Medicine اللي هو الصحة العامة والطب الوقائي. المقرر ده بيعطى أساساً أو بيدرس لطلبة المستوى الرابع في برنامج الساعات المعتمدة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة. وهو يدرس في صيف وخريف 2020 بالتحديد، يعني هذه النسخة من الكورس. لكنه بما أن السنة بتاعة 2020 دي بالذات هي سنة الببليك هيلث، فاحنا يعني قلنا أنه ممكن جدا يستفيد به الببليك كله، ممكن نفتح الكورس ده ونتمنى يكون مفيد للطلبة أولا والكل اللي هيشاهدوا ده، سواء يعني حد قال لهم عليه أو بالصدفة خلال، أعتقد هيبقى على اليوتيوب ويمكن يبقى برضو على قنوات أخرى. كنا اللي شاهد الكورس ده قبل كده يعني اتكلمنا على الكورس بصفة عامة، يمكن المحاضرة الأولى نصها تقريبا بيتكلم على الكورس وطريقة تدريسه برضو بشكل عام أو بشكل خاص لطلبة الصيدلة. وبعد كده يمكن اتكلمنا اكتر على ليه الببليك هيلث بتدرس وايه اهميتها، واعتقد ده برضو يعني سكان العالم في 2020 حسوا باهميه الصحه العامه جدا، ويمكن احنا كلنا برضو حسينا. يعني مثلا المقرر ده وانا بحضره كل سنه طبعا بعمل تحديث، بس السنه دي بالذات يعني السنة دي تعتبر كيس ستدي، عرض يعني دراسة حالة بالكامل للصحة العامة تطبيقا على فيروس كورونا اللي هو بسبب جائحة COVID-19 اللي اتظلمت زي ما قلنا المرة اللي فاتت بتسمية 19 يعني، وظلمت السنة معها. هي جائحة يعني فعلا ظهرت أو انتشرت وتغلغلت في العالم في سنة 2020، وصارت معها بقى كل ما يمكن أن يدرس في هذا المقرر من يعني مفاهيم للصحة العامة ومفاهيم للمناعة والتعامل مع الأوبئة ومنعها واتقائها وهكذا. أحب يعني أرجع شوية للمحاضرة اللي فاتت. دايما طبعا محاضرة يعني كل سنة بتدرس فيها، يمكن من سنة 2015 من ساعة ما دخلنا الكونسبت بتاع الدالي اللي هو معيار مهم جدا لقياس الصحة، وبيقيس بالأساس المرض أو وقع المرض على مجتمع معين. فالدالي stands for Disability Adjusted Life Years. في مفهوم عكس الدالي بيتركز عليه يمكن في كورسات الكوميونيتي فارماسي وبرضه صيدلة المستشفيات، اللي هو quality adjusted life years، اللي هو الجانب الإيجابي بتاع الدالي. يعني الدالي بيقيس الواقع بتاع المرض، كم من سنين العمر ضاعت بسبب المرض مباشرة بالموت المبكر أو غير مباشرة بالاعتلال أو البقاء يعني التقاعد يعني أو البقاء في الفراش وهكذا، اللي هو اللي بنسميه disability. quality هو quality adjusted life years، اللي هو انت فعلا عشت قد ايه من عمرك عيشة حلوة وهنية. quality life يعني ما هي عدد السنوات، يعني مثلا واحد يقول انا عشت 60 سنة استمتعت ب40 منهم، بس طبعا مش بالمفهوم المعنوي لكن بالمفهوم الصحي، 40 سنة منهم في صحة تامة طبعا برضو متجمعة. يعني مثلا عي وهو عنده 10 سنين قعد له في السرير 3 شهور، مش عارف هو عنده 15 سنة عمل عملية قعد فيها مش عارف قد ايه، رجله اتكسرت وهو عنده 25 سنة قعد فيها اسبوعين، كل ده بيتخصم يضاف للدالي ويتخصم مكوالي. يعني الدالي بتتحسب في الاخر الشخص ده فقد من سنين عمره الافتراضي 7 سنين مثلا، بينما كوالي بيقول هو عاش من 80 سنة للمتوسط الانسان بيعيشه ومعاش مثلا 73 سنة وهكذا. فالدالي بس احب اركز عليه كده، يعني احنا قلنا المحاضرة اللي فاتت الصحة لما بنتكلم عليها بشكل سياسي او بشكل يعني وضع سياسات او بشكل صحة عامة تختلف عن صحة الفرد اللي هو انا يعني مهتم بيه جدا، بس في الاخر يعني مهتم بيه كطبيب او كصيدلي عشان اعالجه او ابقيه على في صحة جيدة. انما المهتمين بالببليك هيلث بالصحة العامة بيقيسوا ويعملوا سياسات، فلازم يقارن
يعني الدالي ده معمول عشان يقارن بيه امراض، هو معايير اخرى، انا محتاج معايير اقيس بيها الصحه، مش مجرد اقول انا حاسس اني كويس النهارده، شكلك زي الفل، صحتك ردت لما رحت اسكندريه. المصطلحات الشائعه دي جميله وكلها فعلا ممكن تكون مقاييس، الواحد بيقولوا له صحتك ردت مثلا لو وشه منور كده، ده شكله نايم كويس، انما عشان اقيس صحه مجتمع المعايير هي السته اللي قلنا عليهم، اثنين سلبيين اللي هو الوفيات ونسبه الوفيات ونسبه الاعتلال او معدلاتهم، ودول اللي بيتحطوا في الدالي بشكل يعني اخر، مش بشكل نسبه لكن بشكل عدد سنوات. بينما في اربع مؤشرات ايجابيه اللي هي نيوتريشن ستاتس، الانفايرمنتال يعني السوشيو ايكونوميك فاكتورز، والهيلث كير فاسيلتيز عامه او سيرفيسز اللي بتتقدم. فالدالي بيستعمل، انا برضو عديت عليه مره فاتت بس هو مفهوم دسم محتاج يتفهم على كذا مره، لمقارنه الامراض. فبقول مثلا مين له وقع اكثر، مثلا مرضى الايدز ولا مرض الهيباتيتس سي، هتقول لي فين في العالم كله نحسبه؟ الايدز مثلا يعتبر بانديميك على فكره، يعني احنا عندنا في بانديميكس خاطفه سريعه ساحقه زي اللي بيحصل دلوقتي الكورونا فيروس، وفي بانديميكس تستمر سنوات وسنوات زي الايدز اللي هو ما كانش مرض اصلا معروف في القرون الوسطى ولا الحديثه، وظهر بس في القرن العشرين، برضو يعتبر انيمال سبيل اوفر زيه زي الايبولا زيه زي الكورونا فيروس الحالي. فالايدز نحن نعيش في مرحله البانديميك بتاع الايدز اللي هو بانديميك لانه في العالم كله لكنه متوسط الوقع، الا ان تاثيره على الحياه برضه قاسي جدا الناس اللي بتجيلها الايدز. فده ليه دالي معين على الكوكب كله، لكن لو نيجي نقول في مصر الدالي بتاع الايدز اعلى ولا بتاع الهيباتيتس سي، طبعا ممكن نحسبها وندور وندور في الخريطه اللي قلت لكم عليها المره اللي فاتت، ان يعني بالكومن سنس كده معروف مصر الهيباتيتس سي هو زمان كانت الهرز مثلا، دلوقتي الهيباتيتس سي هم اهم امراض فيها، امراض معديه تقريبا، فاقدر اقول على طول بالفطره كده وضوء او يعني من معلوماتنا العامه ان الهيباتيتس سي ممكن يبقى ليه دالي اكتر في مصر. تعالى طب مثلا في دوله زي جنوب افريقيا مشهوره انها من البلاد اللي الايدز مأثر عليها جامد جدا، هنقول لا الدالي بتاع الايدز اكيد. يعني برضو الكلام ده مش بدعو الناس انها تخمن لكن نحسب، لكن هتلاقوه في كله موثق في الخرائط وفي WHO. ممكن كمان استعمله في comparing interventions زي ما قلناش المره اللي فاتت، انا دلوقتي عندي مرض، خلينا في نفس المثال هيباتيتس سي في مصر، تعالى شوف سنه مثلا 1990 ده كان وقعه ايه في مصر، دالي فظيع مثلا بيأثر من عمر سكان مصر اللي هم كان وقتها مثلا يمكن 70 80 مش فاكر 70 مليون مثلا ولا 60 مليون، كان بياخد من عمرهم مثلا 5 مليون سنه برضو في المتوسط، يعني بياخد من عمر متوسط الانسان المصري يبقى 5 مليون على 60 مليون، واحد على 12 يسحب واحد على 12 من عمر الشعب المصري، وصلنا 90 مليون وبرضو ال اتش سي في ابتدت يبقى فيه علاجات انترفيرون وبتاع، عملوا ايه؟ ممكن يكون مثلا بدل ما بقى يشيل من عمر الانسان المصري او الشعب المصري واحد على 12 من عمره، نقول انه بقى يشيل مثلا واحد على 15 من عمره. طبعا واحد على 15 يعني الدالي قل، بمعنى انه بدل ما كان بيكليم 5 مليون يعني سنه من عمر 60 مليون مواطن، بقى يشيل مثلا ايه 7 مليون سنه بس من عمر 90 مليون مواطن، حاجه زي كده. تعالى بقى دلوقتي بعد ما ابتدت الدايركت اكتنج ايجنت يظهروا اللي هي العلاجات اللي بتعالج الهيباتيتس سي مباشره تقضي على الفيروس تماما، او حتى الان نعتقد ذلك، طبعا محتاجين فولو اب كذا سنه عشان نشوف هيحصل مقاومه وعوده ولا لا، نلاقي الدالي قل جدا. فهنا اقارن الانترفنشنز بقى، برضو ممكن تكون بتتكلم على مرض زي مثلا شلل الاطفال اللي هو قرب يختفي في العالم، بس برضو الناس ما زالت بتحصل في بعض البلاد اللي فيها حروب وهجرة ومجاعات وكده، ممكن مش فاضيين يتطعموا في شلل أطفال. طيب أنا هقارن، عندي اتنين فاكسينز مشهورين قوي، الأورال والبارنت اللي بالدم بالبق واللي بالحق، أقارن بين الانترفنشن بتاعته، أقارن مثلا بين في حالة الكوفيد الحالي مثلا الكورتيزون، قالوا انتوا بتشوفوا كما في الدراسات هو بيقول لك الكورتيزون مثلا بيقلل البقاء في المستشفى كذا، بينما مش عارف دواء الريمديسيفير قلل بقاء الناس في المستشفى. ايه قلل بقائهم في المستشفى؟ ده دالي، ما هو قلل دي فلوس وصحه يعني هو مش شرط يكون اثر على المورتاليتي، يعني الناس اللي بتموت بتموت والناس اللي بتعيش بتعيش، لكن الناس اللي بتقعد في المستشفى فتره طويله ممكن توصل لشهرين ثلاثه قلت مثلا 7 ايام، اضرب بقى 7 ايام في ال 30 مليون واحد اللي على كوكب الارض اللي جالهم كورونا فيروس مثلا،
او في قول 5 مليون منهم كانت حالتهم حرجة. وشوف لو كانوا خدوا العلاج ده 7 ايام علاج في مستشفى بتكلف كام، واقع كبير جدا. وبرضو زي ما قلنا المرة اللي فاتت الدالي ممكن يستعمل لقارن بلاد زي مصر مثلا وليبيا في مثلا الديابيتس، تلاقي ليبيا ممكن تبقى عندها حالات دايابيتس اكتر. طب شوف واقع بقى، طبعا كله على عدد السكان. طب شوف مثلا مرض زي الزيكا فيروس، قارن بين البرازيل مثلا والسعودية، السعودية ولا فيها زيكا ولا حاجة، لكن قارن مرض ميرس مثلا اللي هو الميدل ايسترن ريسبيراتوري سيندروم بين السعودية والبرازيل، يبقى كل بلد هيبقى الدالي مختلف فيه. حاجة تانية برضو وردت في المحاضرة اللي فاتت عبورا كده، اتكلمنا عن مورتاليتي ريت وقلنا انه ممكن يتقاس في العالم كله، ونشوف مثلا مصر موقعها ايه. العالم كله 0.79%، والإنسان ما بيحبش عامة يقرأ أرقام كده بالبوينت بيرسنت والفراكشن بتلخبطنا. فبنحب يعني في المورتاليتي ريت دايما بنعملها في الألف، فبنقول إن نسبة الوفيات في متوسط العالم في سنة 2014 يعني دي سنة قريبة كانت 8 في الألف تقريبا، 7.9. في مصر في 16 2016 دي آخر إحصائية يعني عندي أنا، أكيد أكيد في إحصائيات طبعا بعدها، بس دي ده الارقام اللي انا يعني كنت طلعتها مؤخرا من سنتين، ما عملتش تشيك قريب. مصر كانت 4% 4 في ال1000، فده كانت اعلى من معدلات العالم شويه. الخريطه اللي تحت دي بقى معموله من 2006 على العالم كله في موضوع المورتاليتي ريتس، هتلاقي برضو مصر في الرينج المتوسط، لا هي عاليه، الولايات المتحده عاليه على فكره مش قليله، تلاقي البلاد اللي فيها مورتاليتي ريت قليله بلاد ممكن تكون عدد سكانها قليل قوي، ويعني ممكن تبقى وفيات الأطفال برضو مؤثرة جدا. طب أوروبا ليه عدد الوفيات فيها أكتر مع إن الرعاية الصحية عالية؟ لأن عدد السكان كبار السن في أوروبا كتير، هي الموضوع مش يعني مش كله رعاية صحية، تركيبة السكان ما فيش أطفال كتير، ف يعني نسبة الوفيات في لأن نسبة الوفيات غير اللايف اكسبكتنسي. ممكن تلاقي بلد زي اليابان مثلا بيعيشوا اكتر سكان، اكتر ناس في العالم بيعيشوا في متوسط الاعمار، لكن هما في نسبة الوفيات السنوية هتلاقيهم اكتر من بلاد تانية. ليه؟ لان هما كبار جدا وما بيخلفوش كتير، الناس اللي بتخلف في اليابان وبتتجوز قلوا جدا، هتيجي في بلد بقى تانية بيخلفوا كتير قوي فبتعوض الوفيات. افغانستان زي ما قلنا بلد كانت مليانة حروب، هتلاقي وضعها أسوأ بكتير من بلاد حواليها، الحروب وما تأتى يعني هو الويلات اللي بتنتج عنها. نرجع تاني لمصر برضو. طب مصر حلوة؟ اه حلوة، دي هي دراسة في 2018. انا يعني انا جبت 2018 برضو قريبة جدا من 2016. المورتاليتي ريت زادت حاجة بسيطة جدا، يعني دي زيادة يعني صدفة، يعني سنة بتزيد سنة تقل، في حدود برضو الأربعة، ما بين 4 و5% في الألف. لكن بصوا بقى على الإنفنت، يعني مصر كويسة في نسبة الوفيات اه، لكن في نسبة وفيات الأطفال برضو، عشان مصر تعتبر من البلاد الشابة، يعني عدد الأطفال في مصر والشباب عامة كبير بالنسبة لبقية العالم، هتلاقي برضو العدد بيعوض الوفيات، بس الوفيات مش قليلة، 19 في الألف ما زالت تعتبر نسبة عالية. فدي نسبة يعني تستحق إن إحنا نحاول نقللها كمان ونحسن الصحة. طيب برضه يعني كل ده فلاش باك على المحاضرة اللي فاتت كده اللي هي كانت بتتكلم عن مقاييس الصحة، بحب أدي تطبيقات عليها. الخرائط مفيدة جدا، أنا مش عايز بس أضيع وقت كتير عشان دي كلها حاجات طبعا يعني للاطلاع والقراءة، مش في صلب مقرر الصحة العامة، بس في رأيي هي أهم. يعني للأسف لو احنا قاعدين قدام بعض دلوقتي كنا عملنا إحصائية بسرعة كده، كم واحد في اللي قاعدين مثلا يعرف حد عنده بالهرسي، هتلاقي ناس رفعت إيديها مش كتير. لو عملت الإحصائية دي من 50 سنة كانت هتبقى مختلفة تماما. البلهارسيا في مصر كانت متوطنة وعالية جدا في العالم، دلوقتي احنا من البلاد اللي بتنحسر فيه اللي هو low risk of infection. في ناس عندها، في ناس بتتعالج، في ناس عندها آثار، لكن مش زي بلاد كتير في أفريقيا وحتت في البرازيل مثلا. نيجي نتكلم على الهيباتيتس سي، زي ما قلت لحضراتكم دي برضو مش خريطة جديدة قوي، ولكن في الآخر احنا كنا دايما برضو من أعلى الناس اللي في العالم. تيجي تبص بقى يعني في خرائط برضو بأشكال مختلفة، يعني الخريطة هنا الستايل بالخرائط دي سهل أي حد يبص عليه، دي خريطة العالم واللون بيبقى ليه معنى، أحمر هنا عالي، أخضر
في الحالة دي بالذات أخضر متوسط وأصفر قليل. أحيانا بيبقى العكس، وده المنطقي أكتر، إن الأصفر بيبقى بين الأحمر والأخضر، يعني زي إشارة المرور كده. دي نوع تاني من الخرائط لذيذة جدا اسمها كارتوجرامز، ممكن تلاقيها في موقع اسمه worldmapper.org. برضو زمان لما كنت بدرس، مش زمان يعني، لغاية السنة اللي فاتت لما كنت بدرس الكورس ده لايف كده مع الطلبة في المدرج، كنت بحب جدا أطلب أعمل assignment، وكنت أفضل برضو ممكن ندي الassignment ده برضو، بس يعني إن أنا أدور على خريطة معينة. بس يعني خلينا دلوقتي في المنظر ده، إيه ده، الولايات المتحدة دي بلد معروف حجمها أهو في خريطة تانية، يعني هي نص قارة شمال أمريكا الشمالية، والبرازيل هي شايفين كبيرة ومش عارف. تيجي تبص في نوع الخرائط ده، بص الولايات المتحدة تضخمت إزاي، والبرازيل يعني كبيرة، وبقية أمريكا اللاتينية قليلة، وأفريقيا عيني خاسة جدا، أوروبا ضخمة جدا، اليابان يعني الناس اللي دايما بتضرب بيها المثال في التقدم كبيرة جدا. يبقى دي خريطة إيجابية ولا سلبية؟ هتكون غالبا إيجابية. دي البابليك هيلث سبيندينج، بيصرفوا قد إيه على الصحة؟ إحنا قلنا المرة اللي فاتت من مؤشرات الصحة جيدة الصرف، يعني الاقتصاد والعوامل، بلا شك اللي عنده فلوس أكتر وبيصرف على الصحة أكتر وبيبني مستشفيات أكتر يبقى عنده مؤشرات صحة أعلى. فهنا دي الكارتوجرام بترسم كل بلد بس بنسبة، يعني بتكبر حجمها أو تصغره بنسبة الصفة اللي أنا بدرسها، يعني اللي هي الصرف أو المقياس اللي بقيسه. فتلاقي أفريقيا ما بتصرفش خالص على الصحة طبعا، مصر مع يعني إلى حد ما بلج كده في وسط أفريقيا بس برضو أقل من المتوسط العالمي، الهند أقل من المتوسط طبعا، الهند خاسة هنا قوي، اليابان وأوروبا وأمريكا الشمالية، الولايات المتحدة أقصد عالية جدا، كندا هنا بس أعتقد كندا زي أمريكا طبعا، بس في الحالة دي بالذات غالبا ما كانش فيه إحصائيات كافية. طيب نيجي نشوف حاجات برضو زي البانديميكس وكده. من كام سنة كان في مرض اسمه H5N1 انفلونزا الطيور، وكان عامل ضجة. كنت بتلاقي إيه الخرائط برضو بتعبر عن كده، ما فيش أي وجود ليها في أوروبا، آسف جدا، في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، لكن مرض برضو معظم الإنفلونزات والأمراض التنفسية لأسباب كتير جدا ليها علاقة باختلاط الحيوان بالإنسان وبطبيعة الجو والمناطق الزمنية، حاجات كتير جدا بتأتي من الشرق، بتأتي من آسيا، من أستراليا أحيانا، من جزر يعني جنوب شرق آسيا. فالإنفلونزا الطيور كانت برضو عاملة خطر، وكان برضو الخرائط بتبينه. بعدها بكام سنة في 2009 العكس بقى، جت انفلونزا ما سميت بانفلونزا الخنازير، يعني انفلونزا عادية، كل الانفلونزات على فكرة ممكن تصيب الخنازير والطيور يعني، بس ال H5N1 بالذات كانت من الطيور إلى الطيور، إنما ال H1N1 هي انفلونزا عادية بصراحة، يعني مش قصدي عادية ولكن قصدي بشرية بتنتقل، يعني هي معظم انفلونزات البشر بتقضي فترة الأول في الطيور أو في الخنازير. فدي اتسمت كده، وبرضه الناس اتهمت منظمة الصحة العالمية وقتها بالتلاعب وانهم ضخموا الموضوع، والله أعلم هل هم ضخموه ولا هو تم احتوائه بفضل يعني المحاذير اللي اتخذت، بس دي برضه كانت من الأخطر. وأخيرا طبعا اللي حصل السنة دي، عايز أعدي على مرض تاني اللي هو أمراض الكلى. ده بقى عشان برضه أأكد إن يعني دي كلها خرائط مش هنذاكرها ولا اي حاجه، بس النظر ليها بيخلينا نتعجب. طب ليه في امراض كلى كتير مثلا هتلاقي في مصر، مش عارف في الهند، هتلاقيها برضو ليها علاقه بالتجمعات الزراعيه والبلاد اللي فيها انهار ممكن تكون الميه، واحيانا البلاد اللي فيها مياه جوفيه مش عارف ايه، الميه نفس طبيعه الميه، طبيعه الحياه الزراعيه، استخدام مبيدات، يعني في اسباب كتير. احنا مصر من البلاد اللي تعتبر عاليه في الامراض الكلى، الديابيتس لما قلت لكم كنت بتكلم على الدالي، تستغرب تلاقي بعض البلاد في العالم زي ليبيا، السعودية، مصر برضو عالية شوية في الديابيتس، أمريكا من بلاد الديابيتس فيها برضو مؤثر جدا، اللي هو مرض الداء السكري أو مرض البول السكري. برضو الحاجات دي ممكن تبقى جيناتيك، ممكن تبقى ليها علاقة بالحالة الاقتصادية، الديابيتس من أمراض الأغنياء مش بس طبعا، هو برضو يعني عشان بس ما حدش يقول يعني لا الفقراء، ممكن برضو الشعوب الفقيرة أو المجتمعات الفقيرة ممكن يبقى طبيعة أكلهم فيها نشويات أكتر ومش يعني سكريات رخيصة وحاجات كده، لكن عامة الديابيتس أمراض الوفرة عامة
من الأكل الكتير، من يعني نوعية الأكل. فالدايابيتس ممكن يكون ليه أسباب أكتر، يعني أكتر من سبب في انتشاره في مجتمعات معينة. أخيرا طبعا وليس أخيرا، دي الخريطة اللي ناس كتير حتى الآن بتشوفها كل يوم أو كل كام يوم، انتشار مرض الكوفيد 19 اللي هو كورونا فيروس ديزيز في العالم. واحنا شايفينه دلوقتي شدد حيله قوي قوي، بالذات في الولايات المتحدة وفي البرازيل، وعامة في نصف الكرة الجنوبي عشان هم عندهم لسه نهايات الشتاء. الهند برضو ابتدى يعلى فيها جدا جدا، وقل في الصين اللي هي كانت المصدر في الأول. وأرقام طبعا مخيفة، أمريكا والهند والبرازيل، يعني اللي بيتابع الخرائط دي الحالات في العالم وصلت 30 مليون، وهذا هو الوضع الذي نعيشه حاليا. المرض في ازدياد مستمر، أحيانا بعض الناس بتدفن راسها في الرمل وتقول لا هو اختفى، لا هو ما اختفاش، هو لا يزال موجود. كل ما هتعمل تستات أكتر هتكتشف أكتر. بس دي مش من الحاجات يعني اللي انت مش يعني اللي يقولك طب ما تعملش تيست احسن تعرف، لا، ما هو اللي ما بيعملش تيست ومش هيعرف هيعدي غيره. فاتخاذ المحاذير مهم جدا والاجراءات الوقائيه حتى الان. هنتكلم اكيد كتير على كورونا فيروس. خريطه العالم المرضيه او تاريخيا تغيرت. السلايد دي لذيذه لان انا بقالي كذا سنه بدرسها، واحنا وصلنا اخيرا 2020، وطبعا كل اللي توقعاتنا 2020 كسرتها. بس لغايه اول 2020 الكلام ده كان صح فعلا. كان في سنة 98 قبل الألفية على طول، الأمراض المعدية زي lower respiratory infections لا تزال هي الأعلى في القتل، التهابات الرئوية وحاجات زي كده. الإيدز كان شدد حيله، perinatal conditions حاجات بتولد بيها مثلا الأطفال أو يموتوا في الولادة، دايريا، الحاجات أمراض كلها يعني كتير منها معدي، أو أمراض فقر، أمراض عدوى، حاجات زي كده، والديبريشن بعد كده. وكانت الملفت للنظر مثلا حاجه زي حوادث الطرق بتموت. الخريطه دي مترتبه على فكره بالموت وبالدالي، يعني برضو معناها ايه؟ ان اكتر حاجه بتعمل دالي، يعني ايه دالي؟ افكركم، وقع المرض على يعني سواء خصم حياه بتموت ناس او تقعده. وفي الاواخر من يعني من التوب 10 كان اخر حاجه امراض رئويه وامراض وحوادث الطرق، ما دي حاجه بتموت. كان المتوقع ان سنة 2020، وده كان صحيح وماشي في الخط لغاية اخر السنة اللي فاتت، ان امراض القلب تستبدل كل ده، اللي هي امراض غير معدية، ولكن امراض التوتر والستريس، امراض الوفرة، وامراض الاقتصاد السريع ووقع الحياة، الاكتئاب اللي هو برضو امراض الاغنياء وبرضو وقع الحياة والستريس، وحوادث الطرق. وتراجعت خالص lower respiratory infection. طبعا للأسف السنة دي lower respiratory infection عدد بالصدارة بسبب الكوفيد 19. فدي حاجه يعني لذيذه، يعني مش قصدي يعني ما فيش حاجه لذيذه في المرض والموت، بس الظريف ان مهما البشر توقعوا وبرده درسوا كده دايما بيبقى فيه يعني حاجات طريقه يعني بترجعنا للصواب، او يعني عايز اقول بترجعنا لتواضعنا يعني او لحقيقتنا، ان احنا نعرف ان احنا في الاخر في مهب الريح، احنا غلابه جدا كبني ادمين، ما احناش يعني اللي جبنا الجديد من ديله زي ما بيقولوا، او احنا اللي كسرنا كوكب الارض ده وخلاص سيطرنا عليه، لا، ده حته فيروس قد كده مش هيبنا، وكانوا بيقولوا منيمنا من العصر ايام يعني في بدايه حظر التجول. طيب بفكر حضراتكم برضو تاني اللي هو يعني اللي مسجل في كليه الصيدله حاليا على الكورس ده، ان في ويب سايت، فلو طلبنا اي اساينمنت بنعمل له ابلود على الويب سايت اللي هو جوجل كلاس روم. ولا يكفي ان انا ارفع بس الفايل ولا حاجه، لازم يعني ارفع الفايل الاول او اللينك المطلوب، وبعد كده اعمل تيرنين للاساينمنت ايا كان. لو مطلوب سؤال ارد عليه خلاص بكتب الرد، لكن لو عايز ارفع فايل بس بذكركم تختاروا الفايل وترفعوه الاول او اللينك وبعدين ترفعوا التيرنين. دي يعني ملاحظه كده قبل ما نبتدي في صلب بقى تعريفات الـ epidemiology of communicable disease. ده يعني الجزء الأول من المحاضرة الثانية اللي احنا كنا ماشيين فيه من شوية، ده كان مراجعة على مفاهيم ومقاييس الصحة وخرائطها. ممكن تعمل كده بوز للفيديو ده لو انت بتتفرج عليه، محتاج كده بريك معنوي عشان ننتقل للجزء الثاني بقى اللي هو epidemiology of communicable disease. احنا لغايه دلوقتي بنتكلم على الامراض بصفه عامه، واتكلمنا على علم الاوبئه برضو بصفه عامه، عايزين نشوف ايه حكايه الcommunicable والnon communicable diseases، وهنركز
في بقية المحاضرة التانية وفي كل المحاضرة التالتة القادمة على الأمراض المنتقلة المعدية اللي بتتنقل من شخص لشخص. طيب نفتكر كده تاني معاني الإبيديميولوجي بسرعة، وبعد كده نتكلم بقى على الترمينولوجي الكتير قوي. هي public health بقى يعني أهميتها وكانت صعوبتها زمان إن هي كلها ترمات وتتذاكر، يعني ترمينولوجي مصطلحات تتذاكر. أعتقد السنة دي ما ل... يعني للظروف الحالية معظم الترمات دي هتلاقيك بتقولها كل يوم، تقراها في الجرايد وتشوفها في التلفزيون، epidemic وpandemic ومش عارف herd immunity، يعني كلها حاجات بنستعملها. فنرجع تاني نفتكر كلمة epidemic نفسها هي جاية من epi يعني على، حاجة فوق أو يعني حاجة نزلت على الناس كده بالظبط. وهو ده كل ده مراجعة يعني برضو للdefinition. branch of medicine بيدرس occurrence and distribution of diseases بس على مستوى A population، وبيحط جنب كلمة disease كلمة events عشان يعني الموت بسبب الزلازل، الموت بسبب حوادث الطرق، كل الحاجات دي بتدخل في إطار الصحة في الآخر. يعني ما ينفعش أقول إن في epidemic بتاع زلازل، ولكن نسبة الوفيات مثلا في بلد ما ممكن تزيد في سنة بسبب زلزال كبير، فدي بتدخل في علم الـ events عامة. كلمة بس سريعة أفكركم برضو في المحاضرة الأولى، قلنا في الأول خالص إن الـ infection لا تعني بالضرورة المرض، والمرض هي كلمة جاية من عكس الـ easy، يعني أنت you take it easy و easy حاسس بسعادة يعني لطيف مبسوط، عكسها بقى هو كلمة disease وده مصدرها يعني في اللغة الإنجليزية. فالديزيز هي التعريف العلمي بتاعها أكتر هو إن في حاجة بتلغي أو بتتداخل مع البادي اللي فانكشن المظبوط، الفسيولوجي الطبيعية بتاعت الجسم أو بتاعت أعضاء معين. في حتة كده إنجليزي مش يعني مش عايز نركز عليها، بس يعني لما بيقولوا إن كلمة ديزيز دي كلمة موضوعية بمعنى إن مرض فعلا متعارف عليه وتم وصفه مش عارف إيه، ده معنى كلمة ديزيز. إلنس وسيكنس بقى دول بيوصفوا حالة الشخص، بس الإلنس دي حاجة يعني إيه شخصية أو بيسموها سبجكت، يعني حتة مش مهمة قوي بالنسبة لل يعني اللي عايز يذاكر الكورس ده، لكن هي معلومة. يعني لما أقول I'm feeling ill يعني أنا ممكن ما أكونش عندي أي حاجة بس إحساسي إن أنا ill، يعني دي معنى الكلمة في الإنجليزي. إنما disease دي حاجة بتوصف مرض متعرف وبيبقى ليه اسم وليه أعراض وعلامات signs and symptoms وكل حاجة. sickness برضو مصطلح يعني في اللغة نفسها بيوصف حالة الشخص اللي عنده ديزيز انه feeling sick. اللي يهمني قوي بقى في الابيديميولوجي كيف بدأت، لان بداية الابيديميولوجي جميلة يعني بتقترب، يمكن الحتة دي بالذات هتبقى اسهل او مهمة لحد كان درس مايكروبيولوجي قبل كده. فبالنسبة طبعا اي طالب بياخد الكورس ده كريجسترد يعني مسجل فيه، هو اخد قبل كده كورس المايكروبيولوجي البيزك اللي هو تعلمنا فيه من زمان جدا كان ما كانش في حاجه اسمها ميكروبات مكتشفه، كانت الناس بتقول الامراض ممكن تيجي بسبب عفاريت، بسبب الرياح السيئه، بسبب النحس، بسبب عمل، بسبب سحر، بسبب اي حاجه لعنه، لكن او بسبب كائنات غامضه تخلق في مثلا في جسم الانسان. وظهرت نظريه اسمها spontaneous generation، وكان طبعا العالم كان عايش فكري لحد ما في يعني الغاز كتير، مش عايزين نسميها خرافات عشان برضو ما نظلمش الناس دي، يعني ما كانش في كهرباء ولا كان في وسائل اتصالات كتر خير الدنيا، يعني حتى الكتب نفسها والطباعه يعني الطباعه كانت في نص يعني في نصف القرن او في نصف الالفيه يعني 1400 وحاجه، فالناس عاشت الاف يعني مئات السنين والاف السنين بتحاول تخمن ايه اللي بيحصل حواليه. فكان صعب جدا يتصوروا ان في بكتيريا اللي احنا بنشوفها تحت الميكروسكوب وفيروسات اللي محتاجه ميكروسكوب الكتروني، كان محتاج تكنولوجيا عاليه عشان يخترع. ف يعني علم الميكروبيولوجي ابتدى بشكل نظامي او بشكل يعني منهجي في القرن 19 في 1850 60 لما ظهر باستور وكوخ وناس كتير قالت ان الامراض سببها جراثيم الجيرم ثيوري، او ان الاكل برضو بيبوظ زي الرسمه دي اللي هي عملها باستور، تجربه باستور ان هو قال انا لو غليت الشوربه وطردت الهواء كله وعقمت الحته دي كمان مش ممكن البكتيريا تدخل، لو في بقى عفاريت ولا ارواح ما هي مفتوحه السكه قدامها انما البكتيريا لازم تنزل في الفلاسك. فما حصلش فعلا اي بوظان للشوربه رغم انها محطوطه في الروم تمبريتشر واتغلت. اول ما كسر او فتح يعني
الفلاسكة دي وسابها يومين، نزلت الكائنات البكتيريا وعملت فساد الطعام. فده كان أول بداية تفكير منهجي في الميكروبيولوجي. في نفس الوقت بقى، بس لم يكن يعلم، يعني كان في واحد تاني خالص اسمه جون سنو، جون هنا بجي او اتش ان، عشان في شخصية تانية اسمها جون سنو في مسلسل جيم اوف ثرونز. الحقيقة المسلسل ما شفتوش يعني، بس سمعت كل الناس بتتكلم عنه، وكل مرة درس الحتة دي أعرف قصصه. فهو جون سنو ده اتظلم بسبب المسلسل ده، هو عالم جليل جدا، هو يعني مؤسس علم الإبيديميولوجي زي ما كان باستير مؤسس البكتيريولوجي كده. وجون سنو كان بيقاوم هذا الفكر الخرافي، دي رسمة طبعا كان بيتخيلها الفنانين يعني لمرض الكوليرا. كانوا بيقولوا ان الكوليرا بيجي بسبب هذا الكائن العفريت، هو مش كائن قوي، كانوا بيسموه الميازما. ميازما دي ده مصطلح كان موجود في القرون الوسطى، اللي هي بيسموها ايه، الرياح السيئه، يعني الريح السيئه التي او الرياح السامه اللي جابت المرض. حاجه كائن خرافي، ريح حاجه جايه من الهواء، مع ان مرض الكوليرا ده بيجيب قيء واسهال. يعني الشخص برضو اللي عنده شويه لوجيك هيخمن ان ممكن يكون المرض ده يعني بيجي من الاكل، لكن ما حدش كان عنده اي اثبات لكده. وجون سنو ظهر في هذه الفتره. الحقيقة في فيلم لذيذ أنا بحبه، كنت أعرضه في المحاضرات بس في التسجيل، أنا لو عرضت الفيلم على يوتيوب، هو الفيلم موجود أصلا على يوتيوب، فأنا متهيأليش إن من حقي أو ليس لدي حقوق يعني النشر، إن أنا أحط يوتيوب مش بتاعي جوه يوتيوب بتاعي. فأنا هديكم الرابط للفيلم، بيتكلم على جون سنو. يعني هو نشأ في فيديو بعنوان You Know Nothing جون سنو، موجود على اليوتيوب في الرابط ده. هو بيتكلم عن طفولة جون سنو ده، وازاي اتولد وكان يتيم يعني، وامه حوشت يعني، كان المفروض هيشتغل بقى اعتقد في منجم او حاجة، وامه قالت لا ابني لازم يتعلم ويكمل تعليمه. فقصة كفاح يعني، والولد كان نابغة بقى، فهي صرفت كل تحويشة عمرها عليه، وفعلا هو اتعلم بسرعة جدا يعني، دخل سبق سنين ومش عارف، دخل الجامعة هو 15 سنة وابتدوا يدرسوه في، يعني هتشوفوا الكلام ده في الفيديو، انا مش بألف، بيدرسوه في كلية الطب هناك في، مش فاكر في انهي مدن، مدينة في انجلترا، انه نيوكاسل مش فاكر يعني. هو بعد كده راح يشتغل في، يعني كان بيدرسوه في كلية الطب، انه الكوليرا دي بتيجي من الرياح السيئة. فهو طلع يعني يقال حسب الفيلم ده الفيديو انه طلع في المحاضرة يعترض، وانا احب اشجع على الاعتراض برضو لما حد يقول كلام مش منطقي. فطلع قال للأستاذ لا، ازاي الكوليرا تيجي من الهواء، يعني لما هي بتيجي بأعراض هضميه ومش عارف ايه. فقال له انت مش فاهمك، انت يا ابني انت لسه بتتعلم. المهم هو حط في دماغه انه يكتشف الكوليرا دي ويحاربها، بس يعني اصيب باحباطات كتير. اشتغل مساعد لطبيب لغايه لما هو اتخرج، وكان في لغز بقى في لندن في سنه، مش فاكر السنة بصراحة، 1840 في شارع اسمه برود ستريت أعتقد. لو رحتوا لندن لغاية دلوقتي يعني وزرتوا، شوفوا ترمبة المية دي. عمل منهج هو اللي بيمشي عليه دلوقتي الإبيديميولوجيست، اللي هو بيسموه، بتسمعوا المتحدث باسم وزارة الصحة بيتكلم يقول لك إيه، عدد الحالات كذا، و تم كشف كذا بسبب سياسات الترصد والتتبع ومش عارف إيه. هو عمل، اخترع موضوع الترصد والتتبع، التفكير المنطقي والعلمي المنهجي. قال الناس دي بتاعي، نروح نشوفهم فين. ابتدى يزور البيوت برضو زي ما هتشوفوا في الفيديو، يدخل في بيت بيت ويبتدي يسأل الناس حاسس بإيه، يقول له البيت ده كله مات والبيت. فابتدى يلاحظ مثلا مبدئيا ان الخريطة دي اللي على الشمال هي الخريطة الأصلية اللي موجودة في وثائق فعلا، وعلى اليمين هي بس متلونة، يعني كل النقط الحمراء دي إصابات، بيوت فيها إصابات كولر، ونقطة الزرقاء دي ترومبات مي. فتركزت الإصابات حوالين ترومبا اللي هي بالأزرق معمول لها نجمة دي، اللي هي كانت في شارع اسمه برود ستريت. ولاحظ حتى أكتر إن ناحية من الشارع البيوت فيها بتموت أكتر من الناحية التانية. فابتدى يخمن ويعمل تحيات، يقول أكيد الترومبا دي تلوثت بمياه المجاري اللي هي جاية أصلا متلوثة بناس مرضى كوليرا. فيعني عارفين تغذية يعني بتزيد الطينه بل، يعني الكوليرا بتيجي وبتزيد كمان المجاري بتخش على الترومبا دي. فطبعا ما قال الناس يقفلوا الترومبا، قالوا له انت بتهزر، ما احنا ما عارفين ان الكوليرا بتيجي من الهواء، احنا هنقعد مش كفايه الناس قرفانه ومرضى كمان هتقطع عنهم الميه. فهو كان بيبحث عن دليل، اصل ده بالنسبه له هو شخصيه يعني
عنده فضول وعلم وكده، شايف الصورة واضحة جدا قدامه. زي ما برضو يعني مش عايز ادي تشبيهات ولا اح كلام، بس بيبقى في حاجات كتير قوي واضحة الناس دارسة وكده دلوقتي، ويقول لك تلاقي واحد طلع فجأة يقول لك لا ده مش عارف الكورونا فيروس ده أسطورة، لا دي إشاعة من بيل جيتس ومش عارف، لا ده بيجي من موجات فوق الصوتية. ماشي، الحاجات دي ممكن تبقى مضرة بالصحة، اه ممكن يبقى في مليونير متآمر وممكن مليونير تاني، دي كلها لا تمنع ان في فيروس وتم يعني تحليله في المعامل ورؤيته. فهو ده كان بيحاول يهاتي كده زينا دلوقتي لما بنكلم ناس احيانا بتنكر ان وجود فيروس اصلا، او بتقول ان الفيروس ده لا اصلا اصله زي اي حاجة. طب يا جماعة، طب ما انتوا بتشوفوا ناس بتموت، اللي بيموتوا دول بيموتوا من ايه؟ ما هو مش كتير، اه مش كتير، بس لو ده جدك ولا خالك ولا حتى الطبيب اللي بتحبه بيعالجك وتوفى، يعني في المرض واضح وموجود وليه اسباب ومتحلله، يقول لك اصل ده مش عارف مؤامره صينيه. طب ماشي، اديني دليل على المؤامره الصينيه. قد بالمنطق، ما علينا، كل حاجه بالمنطق ما ينفعش، لازم حاجه بالدليل. يعني اه بالمنطق فلان عمل كذا، ليه عمل كذا؟ لو انا بالمنطق لو فكرت الصين ليه هتدمر سمعتها في العالم كله؟ عشان تدمر امريكا معاها مثلا؟ يعني ما علينا، مش بحب انا اخش في حاجات، بس ساعات فهو جون سنو عمل ايه؟ قعد يحقق في البيوت لغايه لما لقى الحاله اللي هي بيسموها الايه، يعني الدليل القاطع اللي كان بيدور عليه. في بيت معين كان فيه ست بتموت، والبيت ده بالذات ما كانش في المنطقه دي، فقال نروح بقى نشوف ده هيبقى الحاله اللي هتجيب لي دليل تاني. فإذا به يكتشف بقى إن الست دي بالذات اللي ماتت دي، أو اللي كانت مش فاكر بالظبط بصراحة ماتت ولا في أواخر يعني بتصارع المرض، رغم إنها ساكنة بعيد كانت بتحب جدا تروح تزور خالتها ولا قريبتها اللي في شارع برود ستريت وتاخد مية من عندها، لأن ميتهم أحلى طبعا، مية بقى متكلفة بالمجاري يعني مية بتعجبها أكتر. فده كان الدليل القطعي. انا بصوا يا جماعه بقى، حتى الحاله الوحيده اللي مش عايشه في الشارع ده واللي جات لها الكوليرا كانت بتزور حد في الشارع، فاعتقد يعني كده حسم الامر. وبعدين الميه تكذب الغطاس، الترومبه تكذب جون سنو، اقفل الترومبه وشوفوا. وفعلا اخيرا السلطات قالوا صحيح هنخسر، عمال يزن علينا نقفل الترومبه. اول ما قفلوا الترومبه دي الحالات قلت واختفت. فده كان اول استخدام لمنهج الابيديميولوجي. الجزء القادم من هذه المحاضرة ومن الكورس هو جزء مصطلحات، هي يعني لا تحتاج إلى شرح كثير أكثر ما تحتاج إلى بس ذكر ومقارنة، وكله بيتطبق على اللي احنا بنشوفه دلوقتي. مثلا لو أنا سألت في كم حالة كورونا في العالم دلوقتي حسب الخرائط، هنقول إن في 30 مليون حالة، هو ده اللي مكتوب في الخرائط. طيب في كم حالة في مصر مثلا؟ 105 ولا مش عارف 102 ألف حاجة زي كده. احنا بنتكلم النهاردة 20 سبتمبر، دي بتتسمى البريفالنس بتاعت الكوفيد 19 كمرض. البريفالنس هو عدد الحالات في جزء معين من السنه من الوقت. يعني لو قلت ايه هي البريفالنس بتاعت المرض ده سنه 2020، هتقول لي 30 مليون حاله. طب ايه الانسيدنس بقى؟ دي اللي مهمه جدا بقى. الانسيدنس هي عدد الحالات الجديده اللي بتحصل برضو في سنه معينه. طبعا مرض زي الكوفيد لو اتكلمت عن سنه 2020 الانسيدنس هتساوي البريفالنس بالظبط، لو اتكلمت على السنه ككل، ليه؟ لانه ما كانش فيه غير حالتين ثلاثه في ديسمبر، يعني كل الحالات اللي ظهرت في العالم او اللي اكتشفت في 2020. فلو قلت لك البريفالنس بتاعت الكوفيد 19 في 2020 كام؟ هتقول لي ان هم 30 مليون حاله، ده في 2020. طب في كام حاله منهم لسه اكتف؟ هتقول لي مثلا 20 مليون من 30 مليون خفوا، فاضل 10 مليون ما بين مريض وميت يعني، بس في الاخر البريفالنس كلها 30 مليون. طب لو جينا المرض القديم مثلا زي التوبركلوزس، في كام حاله في العالم دلوقتي توبركلوزس؟ وات ايفر، قول مثلا هو تلت سكان العالم معرضين او يعني انفكتد، احنا قلنا من الانفكشن لا تعني المرض، تلت سكان العالم ده رقم مخيف جدا انفكتد بالتوبركلوز الدرنري او البكتيريا بتاعته. ولكن فقط اللي عندهم المرض اللي بيظهر عدد معين من الحالات، انا مش حافظه يعني، ده اللي تعادى سنه 2010 و2011 و2012 لغايه 2020، منهم اللي خف واللي ما خفش. الحالات اللي موجوده دلوقتي كام؟ دي البريفالنس. الانسيدنس هي حصل كام سنه 2020؟ كام واحد جديد اتعدى؟ والفرق بينهم مهم جدا. ليه؟ لو في مرض جديد زي كوفيد 19 الانسيدنس بتساوي البريفالنس في اول سنه، ده شيء منطقي.
لكن بعد كده حتى لو بلاش سنة، طب نتكلم شهر بشهر، هل مصر دلوقتي الانسيدنس فيها زي ما كانت من 3 شهور؟ لا، ممكن تكون البريفالنس لسه عالية لأن لسه في حالات معدية من 3 شهور وعينة، لكن الانسيدنس الحالات الجديدة دي اللي بتدلني في حالات الأمراض القصيرة المدى، زي يعني COVID-19 برضو بيقعد شهرين، لما يقعد يعني يقعد شهرين 3، لكن مرض زي الضرن الرئوي ممكن يقعد كتير. مرض مثلا لو كان نتكلم عن أمراض غير معدية، مرض زي الدايابيتس من الأمراض اللي ما بتخفش، يعني بنعالج الأعراض بس، إنما خلاص اللي عنده دايابيتس يعني في المستقبل هيتعالج إن شاء الله بالجين ثيرابي، بس حاليا لا. فالبريفالنس هي عدد الحالات الكلي في نقطة ما من الزمن، الانسيدنس هي الحالات الجديدة. لو مرض الانسيدنس فيه بتقل والبريفالنس عالية، ده ممكن يبقى مرض مزمن نقلق منه برضو، بس قلقان الانسيدنس علامه كويس. الهيباتيتس سي في مصر كان اللي بيقلقنا انه اعلى انسيدنس واعلى بريفالنس، دلوقتي احنا بننزل فيه جامد جدا بالعلاج، لكن هل الانسيدنس قلت؟ الله اعلم. الادله ان الانسيدنس قلت لسه لم تظهر لان العلاجات لسه جديده، انما لسه الناس بتعمل ممارسات خاطئه، بتستعمل حقن ممكن تكررها، تستعمل نفس الابره في بعض الاماكن، مش شرط بسبب الفقر، ممكن بسبب بس يعني عدم الوعي او الكسل. فالإنسيدنس معناها الحالات الجديدة، البريفالنس هي الحالات الكلية. المرض قد يكون سبوراديك، يعني كم حالة بتحصل كده بنسميها حالات عارضة، أو إبيديميك أو إبيزوتيك، والاتنين بنفس المعنى. إيه الفرق بين ديمو وزوزو أو زو؟ زواتك يعني أنيمال، ديميك يعني بني أدمين، والاتنين إبي معناها sudden increase in numbers. طبعا إحنا عاصرنا إبيديميك بتاع كورونا فيروس. طب إيه هو البانديميك؟ لما الإبيديميك يخرج من إطار جغرافي معين ويغزو العالم كله. العالم كله يعني كل بلد في الدنيا؟ لا، مش بالمعنى الحرفي، لكن لما يعني إمتى تعلن إن الكورونا فيروس إبيديميك؟ لما ابتدى ينتشر في الصين أكتر من حالات يعني سبوراديك، على أول 2020 كده، في حاجة مش فاكر التاريخ بالضبط، في نص يناير اتعلن إنه ده إبيديميك. ليه؟ بتزيد المعدلات جامد جدا عن الطبيعي. إمتى أعلن بقى إنه بانديميك؟ لما خرج من الصين، راح إيران وراح إيطاليا، وهوب لقيناه في إسبانيا وفرنسا وألمانيا وشوية بلاد تانية. وطبعا الولايات المتحدة من الأول كان ظاهر فيها بسبب سفر بعض الناس من الصين ومن أوروبا كده. يبقى دخل 3 قارات، 5 6 بلاد، 7، تبتدي تقلق. أول ما يبتدي ينتشر في يعني في عدد من البلاد ممثلة، يعني مش قارة مثلا واحدة، لأ كذا بلد في كذا قارة، ملوش عدد محدد، لكن أول ما نلاقي سرعة انتشار كده أعلن إنه بانديميك في نص شهر مارس. طيب احنا حلو قوي ان احنا بنطبق كل حاجه على الكورونا فيروس، بيسهل لنا الدنيا. لو الحكايه دي حصلت في مرض يصيب الحيوانات، زي مرض كان ظهر في الثمانينات اسمه جنون البقر، او زي امراض مثلا فوت اند ماوث ديزيز، حمى قلاعيه، حاجات كده بنسميه بانزوتك، يعني بينتشر في حيوانات العالم كله. السؤال اللي برضو بيجي لما نيجي نتكلم، دايما احنا بنتكلم في كورس ومعلومات لطيفه، لكن كل شويه من حين لاخر بنقول ما هو ده برضو كورس بيتدرس، ممكن يبقى فيه اسئله امتحان. في سؤال دايما بيجي كده مشهور، ان البانديميك is a special type of epidemic، لكن العكس غير صحيح، بمعنى كل بانديميك هو epidemic، لكن مش كل epidemic pandemic. شكلها يلخبط بس هي سهلة جدا. اي epidemic هو pandemic فعلا، اي pandemic حاجة منتشرة في العالم كله هو epidemic، يعني هو مرض وبائي لكن تحول من بلد او بلدين الى العالم كله، ده البانديميك. لكن في ايبيديميكس بتفضل في بلد او 2 او 3، بتبقى محدوده الانتشار، زي الزيكا فيروس. ما حدش سمى الزيكا فيروس بانديميك، لكن سميناه ايبيديميك لانه ظهر في البرازيل وفي كولومبيا وبعض البلاد اللي في امريكا اللاتينيه. ممكن تبقى حاله او 2 ظهرت في بلاد تانية، الناس بتسافر لكن تم احتوائهم. يعني الايبولا از ان ايبيديميك ووسع الانتشار، لكن في بلاد افريقيه، معظمها في غرب افريقيا. حاله ولا حالتين دخلوا امريكا، حاله ولا حالتين وصلوا مش عارف فين، واتلغت دورة ألعاب أفريقية وقتها، أو دورة كأس أمم أفريقية، اتنقلت تأجلت واتنقلت كمان من بلد لبلد، ولكن لم يصل إلى إطار البانديميك. يبقى البانديميك هو إبيديميك واسع الانتشار، فالبانديميك هو حالة خاصة من الإبيديميك. في بقى حاجة عكس الإبيديميك اللي هي الإنديميك. أنا قلت الإبيديميك ممكن يبقى في بلد، الانديميك مرض بيعيش في بلد ويعشش فيها، بنسميه مرض متوطن. الله، انت بتقول لي حاجتين دلوقتي لخبطوا. الانديميك بلد قاعد في بلد، مرض قاعد في بلد ولكنه
لا يزيد عن الطبيعي في اوقات معينه، يعني قاعد معشش فيها، زي مثلا مرض البلهارسيا ما كان قاعد في مصر سنين وعشرات السنين، مرتبط بميه الري بالترع بكده، فكان بريفلنت في بلد معين. فلما يكون مرض بريفلنت في بلد، عشان دي كده كانت اهميه البريفلنس والانسيدنس اللي قلناها في الاول، لو بلد على طول منتشر وبيزيد بمعدلات مستقره بيتسمى انديميك عشان موجود في بلد معين. لكن لو البلد زاد، لو المرض زاد عن معدلات معينه سواء في بلد او بلدين او ثلاثه بنسميه ايبيديميك، زاد عن معدلات الطبيعيه ولازم يقل بعد كده، يعني هو مش هيفضل يزيد على طول. احيانا قد يبدا مرض في بلد ايبيديميك ويتحول لانديميك فيه، وده اللي بيقولوه على الكورونا فيروس الحالي، بيقولوا احتمال جدا ان البانديميك ده يهدى كده وتتحول الكورونا فيروس دي لواحده من الكورونا فيروس، يعني كورونا فيروس اللي كانوا بيجوا لنا زمان اللي بيجيبوا برد، دي حالات يعني بتيجي وبتروح بس مستمرة مع البشر. فالإنديميك معناها متوطن ساكن مع الناس خالص، عادة بيبقى مستقر زي ما قلنا في حتة جغرافية معينة، تمام. أما الإبيديميك فهو مرض بتزيد فيه الإنسيدنس مش البريفلنس، يعني طبعا الإنسيدنس بتعلي البريفلنس بس بتزيد فيه الإنسيدنس مرة واحدة وبعد شوية بتنحسر. جميل. الانديميك مرض موجود في بلد او جيوغرافيكال ريجن، ممكن مثلا في شبه الجزيره العربيه، ممكن يبقى هايبر انديميك وممكن يبقى هولو انديميك. هايبر انديميك لما يجي لكل الناس اللي في البلد دي، هولو انديميك دي بقى الامراض اللي بتيجي للاطفال في بلد ما mostly in children، ولما بيكبروا بيبقى عندهم مناعه مدى الحياه. في امراض كتير كده تلاقي الاطفال في ادوار برد معينه ما بتيجي للاطفال في الحضانه كتير، يجي البيت ما يعديش بقيه البيت. في امراض بالعكس يجي الطفل من الحضانه يعدي البيت كله، فده هايبر انديميك وده هولو انديميك. حاله السارس كوفي 2 بالذات بقى اللي هو بيسبب الكورونا فيروس ديزيز كوفيد، الفيروس ده غريب جدا، ان هو الحقيقه ما طبعا بيجي للاطفال وبيعديهم وممكن يعدوا الكبار، بس هم نفسهم الاعراض اللي بتظهر عليهم خفيفه جدا ونادر. طبعا حصلت وفيات في الاطفال عشان ما فيش يعني مفيش حاجه ملهاش استثناءات، ولكن هو mostly is an epidemic that affects has an age gradient، يعني بيجي للناس الأكبر سنا وبيجي للرجال أكتر من الستات، أو بمعنى أصح بيصيب الرجال بأعراض أكثر قسوة، يعني خطر الوفاة أعلى عند الرجالة وعند كبار السن. نلخص: epidemic حالات بتزيد فجأة أكتر من معدلاتها الطبيعية، sporadic يعني حالات عارضة لا ليها بلد معينة ولا مكان معين، sporadic يعني زي أي مرض بيجي شوية، واحد جاله حمى التيفود، واحد جاله ديزونتاري عادي، لو في حتة معينة قرية كل سكانها عندهم ديزونتاري ده يبقى انديميك، معروفة القرية دي كل سكانها عندهم ديزونتاري، كل أطفال القرية عندهم مرض والكبار لا، يبقى هولو انديميك. لو المرض زاد فجأة عن معدلاته الطبيعية وابتدى ينتشر أكثر من الإكسبكتد بنسميه إبيديميك، لو انتشر كمان في العالم كله وغطى أماكن جغرافية كثيرة مش لازم كل البلاد بالظبط لكن معظم الأماكن بنسميه بانديميك. أي حاجة من دي فيها ديميك ممكن تحط بدلها زوتك، بانزوتك يعني بيجي للحيوانات، إبيزوتك يعني وباء محدود ولكن بيجي للحيوانات، بانزوتك في العالم كله. لو عايز إنزوتك كمان نزودها لك، يعني مرض متوطن في حيوانات بلد معينة. طبعا لغايه قريب جدا كنا بنضرب مثال البانديميك بسبانيش فلو اللي هو من اقصى البانديميكس اللي جت في التاريخ، وانا اعتقد انه الكورونا فيروس الحالي اللي هو اكبر بانديميك من سنه 1918 حصل في عدد الاصابات وفي وقعه، لو كان حصل سنه 1918 البانديميك الحالي يمكن كان موت ناس اكتر من السبانيش فلو، فما نقدرش نحكم، احنا وقتها ما كانش فيه اصلا احصائيات دقيقه، حتى عدد الوفيات بيتقال انه كان 50 مليون بس ما حد يعرفش سكان العالم كانوا قد ايه وقتها، كانوا اقل بكتير من دلوقتي، ما كانوش كانوا يمكن 2 مليار ولا حاجه، واحنا دلوقتي 8 داخلين على 8 مليار. برضو يعني بقول لكم بس الحاجات دي للتاريخ، لما كنا بندرس الكورس ده قبل كده كنا بنقول ان حصل وباء في 1918 ونتمنى ما يتكررش، لكن كنا بنقول يعني الادله موثقه ان في اي وقت ممكن يجي فيروس من الحيوانات او من الطيور او من الخفافيش، او ممكن تيجي بكتيريا مضاده للميكروبات وتسبب بانديميك، فيجب ان نكون دائما على حذر. وقلنا ده حصل في بعض الافلام المشهوره، فيلم اوت بريك اللي هو فيلم خيالي طبعا ولكن بيحكي قصه قريبه جدا من الايبولا،
وفيلم كونتيجن اللي كل مصر اكيد شافته وكل العالم اللي تقريبا شافه السنه دي، لو بيحكي قصه قريبه جدا جدا من الكورونا فيروس الحالي. هي فعلا كانت متفصله على قصه السارس الاولاني اللي هو جه في 2003. فيلم جميل يعني، كنت بعرضه كل سنه في الكورس، بس السنه دي بصراحه العلم اقوى من الفيلم يعني، العلم اللي هو الوضع الحالي يعني، الواقع غلب الخيال. انا كنت بقول كده من سنين يعني، truth or fiction، اعتقد السنه دي truth اقوى من الخيال، وده الوضع اللي احنا بنشوفه دلوقتي. طبعا بلاد زي تايوان وكوريا الجنوبيه غلبوا العالم كله في يعني الصين برضو لمت الدور بسرعه، بس حصل عندها 90 مليون حاله، 90 اسف الف حاله، لكن كوريا الجنوبية وتايوان من أكتر البلاد اللي قدرت تتغلب بإجراءات وقاية حادة جدا وسريعة في الأول. نيوزيلندا طبعا من البلاد الناجحة جدا، لكن المهم إن الفيروس ده عمل يعني أغرب من الخيال في العالم كله. محتاجين ناخد بريك كده قريب نفصل فيه، يعني يبقى الفيديو الأولاني من المحاضرة التانية كده مفصول عن يعني نص المحاضرة تقريبا وصلنا له. قبل ما اختم، بس ازاي بنوصف الابيديميكس؟ يعني احنا كلنا اليومين دول بنتفرج على، برضو احنا في سنة، عشان اللي هيشوف الفيديو ده في اي وقت، يعني احنا في سنة 2020 الشهيرة، وبنتفرج على الاوت بريكس بتاعت يعني في كل بلد شوية تزيد وبلد تقل. اللي بنتفرج عليه ده بيسموه الابيديميك او الاوت بريك دايناميك كيرف، اللي هو بيوصف دايما مع الزمن تحركات او زياده عدد الحالات. احيانا بنبص على الحالات الجديده، وده اللي بيديني انديكيشن الوباء الانسيدنس بتزيد ولا بتقل. دي اسمها الانسيدنس، يعني كل ما تعلى دي انسيدنس بتزيد، قلت في بعدها بشهر مثلا الانسيدنس قل. واحيانا بنتفرج على البريفالنس، يعني بتفرج على الكيرف التراكمي، الاثنين بيتم الفرجه عليهم. امتى اقول على مرض انه ايبيديميك وامتى على مرض انه مش ايبيديميك؟ بنبص على عدد الحالات زي ما قلت لكم. لو انتشرت اعلى معدلات، يعني مثلا لو قلنا الانفلونزا كل سنه بتيجي مثلا 50 مليون واحد في العالم، ومنهم مثلا 3 4 مليون بتبقى حالات حاده، ويمكن 30 40 الف او اكتر بيموتوا مثلا، دي الانفلونزا. فده يبقى المعدل الطبيعي بتاع الانفلونزا السيزونال، انها تيجي في شهر اكتوبر في بلاد، وتروح في امريكا الجنوبيه بتيجي طبعا في اغسطس وفي يوليو اللي هم عندهم شتاء. لو المرض عدى، الانفلونزا نفسها ممكن تيجي موسميه، ممكن تيجي وبائيه زي في 2009 اللي سموها انفلونزا الخنازير، وزي طبعا كذا موجه انفلونزا تانية حصلت، دي تتسمى ايبيديميك. فالايبيديميك بيتحكم عليه اذا كان بيزيد عن معدلات طبيعيه. الامراض السيزونال برضو ليها واقع، زي ما قلنا في امراض بتبقى جايه في ويفز كده، موجات تزيد في الشتاء وتقل في الصيف او العكس. برضو لو زادت عن معدل الموجات المتوقع، ده اللي بنسميه ايبيديميك. فدي الكيرفات اللي بنقعد نتابعها يعني، وبيتابعوها الناس بتوع البابليك. لكن عامه للتبسيط لينا كناس برضو عايزين نعرف المفاهيم ببساطه كده، في نوعين من الابيديميك. نوع بيسموه كومون سورس ابيديميك، وده يعني عارفين زي ما بيقولوا كده ايزي كام ايزي جو، او اللي يجي بسرعه بيروح بسرعه، تنطبق عليه القاعده دي. كومون سورس ابيديميك ده اللي هو الحاله ايه، بيجي بسرعه قوي وينتشر بسرعه قوي ويروح بسرعه قوي. ده زي قصة الكوليرا بتاعت لندن اللي أنا حكيتها لكم، واللي جونسون اكتشف فيها إن الكوليرا بتيجي من مية مش من الهواء أو من العفاريت. وزي حالات بتيجي كوليرا جات كتير في مصر، في كذا خمس ست مرات جات في القرن العشرين، حكى عنها طه حسين وناس كتير اتكلموا عن الكوليرا. زي ما يجي مثلا مطعم معين يقول لك مطعم كذا تشمع بالشمع الأحمر، سواء في مصر أو في العالم كله، مطعم مشهور كان اسمه جاك إن ذا بوكس، زي ماكدونالدز كده اتقفل في أمريكا في الثمانينات او في اوائل التسعينات مش فاكر، عشان تسبب منه وباء كان محدود مثلا يعني، بس وباء سريع. هو ده صفه الكومون سورس ابيديميك، ان الناس كلت برجر من المحل ده ما كانش مطهو جيدا، كان فيه يعني بواقي حتت نيه، فتسببت منها موجات لمرض اسمه ايكولاي، نوع حاد من الايكولاي. وحصلت في المانيا في فتره لو تفتكروا في 2008 اعتقد، جت موجه ايكولاي قويه جدا وموتت ناس كتير برضو، فود بويزنينج ومش عارف ايه. وقالوا ان حتى وقتها كانوا من ضمن المتهمين، يعني ما عرفوش بالظبط مين اللي بيسببها، قالوا يمكن دي كانت حلبه شارينها من مصر، جت على الحلبه المصري بقى هي فحتى احنا وقتها انكرنا، ويعني اتعملت دراسات كتير في مصر. برضو تحصل حالات مش عارف مستشفى ايه تلاقي حصل فيها وباء، دي اللي بيسميها كومن سورس ابيديميك. ليه دي
بتيجي بسرعة لأنها بتيجي من مصدر واحد، مطعم كل الناس بتاكل منه، ماسورة مية طفحت، مش عارف نهر تلوث، وتروح بسرعة. ليه؟ لأن عادة بنكتشف السبب ونقفله. أما النوع الأبطأ والأكثر وقعا بقى على الزمن هو propagated epidemic زي كوفيد بالظبط. ايه الفرق بين الكومن سورس وبين البروباجيتد؟ كومن سورس يعني كل الناس بتتعدي من مصدر واحد، وعادة هو مصدر غير آدمي، يعني مية، أكل، تلوث، ماسورة مية، مش عارف أي حاجة. فده بيجي بسرعة، بيروح بسرعة لأن ليه مصدر واحد، ومتى عرف المصدر يتم سده. حتى لو معرفش المصدر في الآخر انتشاره قليل، إنما لو ابتدى ينتشر من شخص لشخص زي أمراض الإنفلونزا زي كوفيد 19، شخص بيعدي شخص، شخص بيعدي شخص، ده بيبقى أبطأ في الانتشار. ليه؟ احنا شفنا كيرفات الكورونا فيروس، ودي اللي خدعت كل البشرية، إن ابتدت في الصين قالوا برضو قليلة، وقعدة في الصين ما جات لناش، الحق ظهرت حالة في إيران، الحق ظهرت في إيطاليا، معلش دي حالات قليلة. هو كورونا يعني مثال بيرفكت على propagated epidemic، بيمشي بالراحة بالراحة، وفجأة هوب عدى ليفل معين تلاقيه. ما هي منطقيا يعني لو في مثلا زي ان احنا دلوقتي في مصر 100 مليون، 1000 حالة في مصر، واحنا عندنا بتاع 30 محافظة، كل محافظة هيبقى فيها كام حالة من 1000؟ يعني 30 40 واحد. القاهرة كلها هيبقى فيها 100 واحد. لو انت هتقابل 100 واحد فين في القاهرة؟ ده القاهرة 15 مليون. طب الحالات بقت 10,000، نبتدي نقلق. 10,000 يعني معنى ان انت بدل ما 1%، يعني قصدي بدل ما 100 حالة في القاهرة مش صعب قوي تقابلهم، هيبقى فيه 1000 حالة في القاهرة. لو وصلوا بقى 5,000 حالة في القاهرة، انت اكيد هتقابل واحد منهم في المترو ولا حاجة. 5,000 رقم قليل بس كتلة حرجة. فتلاقي الابيداميك بروباجيتد ده زاد فجأة فوق المعدلات، بس برضه مازال بطيء. ليه؟ لأن واحد بيعدي واحد بيعدي واحد بيعدي واحد، مش زي ما كل الناس كلت من مطعم كذا وجالها تسمم. اتكشف برضه، نبتدي نلبس ماسكات، نبتدي ما نخرجش، ما نعمل عزل، حجر صحي، برضه محتاجين وقت عشان يقل، وممكن ما يقلش حسب بقى البلد. وشفتوا انتوا سياسات مختلفة، في بلاد قللته وبلاد ما قللتوش. فده البروباجيتد ايبيديميك. احسن مثال على الكومن سورس ايبيديميك كان البرود ستريت بامب، ده المثال التاريخي الواضح. والامثله الحديثه هي اي مطعم بقى سمعته، مش عايزين نشهر بحد، اي مطعم في مصر سمعته عنه اتقفل مثلا مره ولا حاجه بسبب تسمم هيباتيتس ايه مش عارف ايه. هو اشهر مثال في التاريخ على البروباجيتد ايبيديميك كان هو الانفلونزا بتاعت 1918، ولكن اعتقد بلا استثناء بالنسبه لجيلنا هيتم استبدال ده. دي صوره من الصور المؤسفه طبعا، الانفلونزا بتاعت 18 اللي هي كنا بنستعد لها احنا حاليا بما فيهم مصر، عملنا المستشفيات الميدانيه، بس الحمد لله ما حدش وصل تقريبا الليفل ده غير بعض الاماكن في اوروبا. كام يوم كده كانوا بيعملوا الموضوع ده، ان من كتر ما المستشفيات فاضت ومش قادره تكفي، بقوا يعملوا ساحات واستادات وحاجات كده، مستشفيات ميدانيه. احب اقول لكم مثال معاصر في شخص بفتخر بيه، هو خريج كليه الصيدله، تقريبا كان خريج جامعة حلوان بس عمل ماجستير عندنا في جامعة القاهرة سنة 2005 لغاية 2009 تقريبا، اسمه محمد مهدي خليفة. هو طبيب، هو صيدلي ولا يزال يمارس الصيدلة، وبيدرس عندنا في الكلية من حين لآخر كده دراسات عليا. عمل الماجستير بتاعه وهو حاليا في الواحات البحرية، عنده صيدلية، واكتشف ان الناس كتير جدا بتجيله في الإجزخانة عندها H. pylori اللي هو جرثومة المعدة اللي هي بتسبب القرح. طبعا هو اهتم جدا بالموضوع، زي ما بقول لكم جه الكلية مخصوص عندنا وقال انا عايز اسجل ماجستير، واشتغل مع المرحوم دكتور حسين شعيب، احد يعني الاساتذه الافاضل عندنا الله يرحمه. وانا ساعدت يعني دخلت معاهم في، كنت لسه صغير، كنت لسه مبتدي بعد الدكتوراه في الاشراف، دخلت معاهم سنه 2006. عمل صعب قوي تزرع الهيليكوباكتر بايلوري من الميه، حاول يزرعها كذا مره واخيرا نجح، وكمان عمل بالوسائل يعني انه يكتشف الدي ان اي بتاعها ويلاقيه في المايه. يعني مش ده الهدف من القصه قوي قد ما اقول طبعا ان عندنا ناس يعني الحمد لله دائما مجتهدين، لكن الهدف الاكبر هنا ده مثال جميل جدا على الكومن سورس ايبيديميك، وتم اكتشافه بطريقه جميله. وهو الدكتور محمد مهدي نصح كل الناس، طيب اتعالجوا من الاعراض وكله، بس خدوا الانتي بايوتكس المطلوبه، بس يغلوا المايه بقى. فمن ساعتها، من ساعه ما ابتدوا يغلوا المايه في مصدر المايه اللي هو اكتشف فيه الاتش بايلوري دي، قلت الحالات جدا فعلا الجديده، قلت الانسيدنس، والبريفالنس بتقل تدريجي مع العلاج اللي هو بياخد وقت شويه. فده قصه جميله ونشرنا عنها ريفيو، ما لحقناش لغايه دلوقتي للاسف، ما كانش في وقت نكتب القصه بتاعت الاتش بايلوري نفسها
الكشف عنها في البير ده، لكن كتبنا ريفيو ارتكلز كتبها الدكتور محمد مهدي مساعدة الآخرين. مش عايز أتقل عليكم يعني بالتعريفات، ف يعني بقترح ناخد بريك تاني. برضو البريك سهل في المحاضرات الفيديو دي، إننا نعمل كده بوز لل يعني اعملوا بوز للفيديو كده ونستأنف بعد ما تاخدوا نفسكم. نعود كده للمحاضرة الثانية في كورس MD710 بعد ما عملنا بوز سريع كده. ايه اللي يسبب المرض، او ايه يعني ساحة المرض دي تحصل ازاي؟ احنا عندنا برضو كل حاجة ممكن تضرب بيها مثال على الكوفيد الملعون الحالي ده COVID-19، لكن عامة اي مرض وليكن حتى مرض غير معدي، مرض الديابيتس مثلا، ليه في واحد بيجيله ديابيتس واحد ما بيجيلوش؟ ليه واحد بيجيله امراض قلب واحد ما بيجيلوش؟ ممكن يبقوا اخوات وممكن يكونوا بيشتغلوا نفس الشغلانة مثلا. ليه حد بيجيله يخش يعطس مثلا في الاسانسير وخمسة جنب، واحد يتعدي واحد يظهر عليه اعراض، واحد يتعدي وما يظهرش عليه اعراض، واحد ما يتعديش اصلا ما تخشش في جسمه مسبب المرض. في ثلاث، ده اللي بيسموه المثلث، يعني مثلث الملعون، او يعني ده ممكن نسميه الابيديميولوجيك تريانجل. انا بسميه اركان الجريمه. دايما لما تيجي تتفرج على فيلم بوليسي كده يقول لك يجب ان تكتمل اركان الجريمه، اللي هو الدافع واداه الجريمه ومش عارف جسم الجريمه، او حاجه زي كده. عشان يحصل مرض لازم يبقى فيه مسبب المرض. لو المرض ده معدي يبقى المسبب المرض حاجه معديه، انفكشس ايجنت. الانفكشس ايجنت ده لازم يعني ايه اللي يخليه سبب المرض؟ ممكن واحد يجي له فيروس قوي وواحد يجي له فيروس ضعيف. عشان كده اول سؤال سالوه في برضه الكورونا فيروس، هل حصل طفرات خلت الفيروس اكثر عدوى ولا اكثر؟ في طفرات حصلت، ولكن حتى الان لم يثبت ان في حاجه منها اكثر يعني سيفيريتي بتسبب المرض اكثر، اكثر باثوجينيسيتي. يمكن في حالات بعض انواع الفيروس او يعني الفاريانس بتوعه بينتشروا اسرع، لكن حتى الان لم تثبت اي حاجه في الكورونا فيروس بتقول ان في نوع اكثر مميتا اكثر من الاخر او اقل. ده اللي بنسميه باثوجينيسيتي والفيرلنس كل الكلام الظريف. الحاجه الثانيه اللي ممكن تتغير الايميونوجينيستي. في مرض ممكن يبقى مستفز او مسبب للمرض يكون مستفز للمناعه ايميونوجينيك، واخر يكون خبيث بيمشي كده من تحت لتحت. زي بالظبط ما تلاقي واحد ايه مجرم كده ينط من فوق السور الحارس يشوفه، ممكن يكون ثقه في نفسه زياده، او ممكن يكون بس انه حظ يعني جت كده تشاف، او صوته عالي او جسمه كبير. ممكن يبقى واحد خبيث جدا صغير او بيتلون زي الحربايه يقدر يعدي من تحت. فده الحاجة كمان اللي تأثر تفرق بين مسبب المرض وآخر، الستابيليتي بتاعته زي ما لسه بنقول، هل هو بيتحور بسرعة ولا لأ. الكورونا فيروس بيتحور بنسبة أضعف من بقية الفيروسات عامة. الإنفلونزا من أسرع الفيروسات في التحور بتاعها لأنها بتعيد التركيب بتاعها كل سنة. الإيدز برضو الفيروس اللي بيسبب الإيدز اللي هو HIV سريع جدا في الميوتيشن ريت بتاعه. فدي كلها حاجات في الديزيز ايجنت، في مسبب المرض، تخلي مرض يجي لحد يعني، او يجي أو يعني عامل اساسي هو جسم الجريمه او مسبب الجريمه. لكن زي ما بيقولوا في المثل اللي مش عارف اصله ايه موجود في كل اللغات، تستطيع ان تقود الفرس الى النهر لكن لا تستطيع ان تجعله يشرب. انت ممكن تدي نفس الفيروس لاثنين، واحد يعيا والتاني لا. زي ما قلنا infection doesn't mean disease. ايه بقى اللي ياثر يخلي الديزيز تحصل او لا؟ الهوست نفسه، ده مهم جدا. راجل ولا ست، صغير ولا كبير. وشايفين جميل قوي يعني، مش عايز اقول على كوفيد 19 جميل لانه مش جميل بصراحه، مرض مقرف، لكن الجميل في القصه ان كل حاجه يعني مش محتاجين نذاكر حاجه، كله موجود في اللي احنا بنشوفه. فعلا الايدج في ناس اطفال اتنين بيتعرضوا للعدوى، الطفل ما تظهرش عليه اعراض، الكبير يظهر عليه اعراض، المسن اعراض شديده وقد تعرض للوفاه. الميل والفيميل امراض كتير جدا، المراره مش عارف بتيجي للستات اكتر، الهيباتيتس بيجي للرجاله اكتر، مش عارف امراض القلب مشهور ان هي خطر، يعني امراض القلب والذبحات بيبقى اكتر عند الرجال. الجينوتايب طبعا، في اجناس معينه واشخاص معينه ممكن برضو بعض مثلا الاجناس الافريقيه ممكن يبقوا معرضين للدايابيتس اكتر، بعض الاسيويين معروف ان عندهم تولرنس للالكوهول، لو شربوا شويه اي مشروب كحولي يحصل لهم مشاكل اكتر من الناس التانيه.
حاجات كتير يعني، مش عايز اقول امثله بعينها. فكل حاجه ليها زي ما قلنا يعني، مهما كان اشد فيروس في الدنيا لو جه الواحد مش سسبتبل. عشان كده من الان فصاعدا في هذا الكورس قبل ما اقول كلمه هوست اقول سسبتبل هوست، ودي من النقط التي غمضت علينا حتى الان في الكوفيد 19 حتى يومنا هذا سبتمبر، يعني 20 سبتمبر 2020 وبعد مرور اكثر من 9 شهور على هذا المرض. في حاجات كتير قوي اكتشفت عن مناعته وعن اسبابه وعن، لكن حتى الان لم يظهر نسبه السكان العالم اللي هل المرض الفيروس ده بيصيب العالم كله بنفس الكفاءه. انا بتكلم على الهوست سبتيبيليتي، احنا قلنا الاطفال ما بيبانش عليهم اعراض، لكن ما احنا برضو شايفين يعني، شايفين الناس بتتعدي بسرعه جدا في بلاد، وفي حته تانية ما بتتعديش بسرعه، وقعدوا طلعوا نظريات واحنا اصلا بنتعرض لامراض كتير ومش، ما فيش اي حاجه ظهرت تقول ايه السبب. لان الناس يعني احنا بنقول هو بيتعرض لامراض كتير وكده، طب الاطباء الغلابه اللي الله يرحمهم دول اللي توفوا اللي استشهدوا، ما دول بيتعرضوا شوفوا الويل طول السنه وبيتعرضوا لكل الفيروسات وبرضه سقطوا. فبلاش نتسرع بس الكونكلوجنز، لكن ديفينتلي زي اي فيروس نادرا ما يكون في، يعني في فيروس بتصيب العالم كله يعني بنفس الكفاءه، لكن واضح ان الكورونا بالتاكيد ما بيصيبش الناس كلها بنفس الفعاليه. فده برضو بنسميه، يبقى انا لازم اقول قبل ما اقول نسبه العدوى بالظبط وخطوره مرض لازم اعرف السسبتبل بوبوليشن هي مين، لان دي اللي انا يعني برضو دي اللي انا اول ما اكتشف علاج واكتشف واصنع لقاح هما دول اللي هبتدي بيهم. مش هروح مثلا لاصغر طفل واديله اللقاح، لا هدور على حد معرض، الطواقم الطبيه اللي معرضين على طول المرض، المسنين اللي معرضين طبعا لو تاكدنا ان برضو اللقاح مش خطر عليه. تالت عامل في الجريمه المتكامله هو الوسط المحيط. بعض الامراض لا تاتي في الشتاء وبعض الامراض لا تاتي في الصيف. ممكن مثلا فيروس معين ينتشر اكتر في الشتاء زي ادوار البرد، ليه سموها برد عامه؟ يعني الفيروسات بتاعت البرد عامة تنفسية، فبتنتشر أكتر في الأماكن المزدحمة، والناس بتتكربس أكتر في الشتاء. في الصيف ما بيبقوش طايقين بعض، ما بيفتحوش في الشتاء لأن محدش بيفتح كتير. الرطوبة كمان بتأثر، الهاوزنج في بيوت ممكن يبقى فيها تهوية جيدة وعمارات عالية ومش عارف شبابيك، وفي بيوت تبقى مكربسة وعشوائيات وساكنين 20 واحد في أوضة. كل دي عوامل. فزي ما قلنا ممكن يبقى اشد البكتيريا والفيروسات قسوه يجي لشخص ما يكونش سسبتبل ليه فما يسببش حاجه، ممكن يبقى فيروس ضعيف وغلبان بس يجي شخص سسبتبل جدا فيتعدي، ممكن الاثنين يبقوا موجودين، شخص سسبتبل وفيروس موجود او البكتيريا موجوده ولكن الوقت لا يسمح او الجو لا يسمح. بكتيريا معينه تيجي لحد مثلا في كندا بس الحراره هناك برد جدا فما تنتشرش بسهوله، ما بتعيش، دي بكتيريا من غير الفيروس، الفيروس مش كائن حي، البكتيريا محتاجة تعيش برضه، فممكن تتجمد هي نفسها من البرد رغم إنها قاسية. أنواع الأكل اللي الناس بتاكلها حاجات زي كده. فده اللي بنسميه الديزيز تريانجل، ده مهم جدا في الإبيديميولوجي، بيرد على سؤال إيه الديزيز تريانجل ده؟ لماذا يحدث مرض لشخص دون آخر؟ أو ما العوامل التي تسبب المرض؟ في جزء تاني في الترمينولوجي بتاعت الأمراض والأوبئة أي طالب طب وصيدلة درسه فهو سهل جدا، مش هنسرده لكن هو يعني مطالبين نبقى عارفين. هو الفرق بين الأكيوت وكرونيك ديزيز، طبعا الأكيوت ديزيز اللي هو المرض اللي بيجي أعراضه سريعا وتختفي سريعا عند الشخص، الكرونيك هو اللي أعراضه بتاخد وقت أطول، وفي حاجة بين الاتنين اللي بيسموها السب أكيوت ديزيز. ده بالعربي الحالات الحرجة، الحالات المزمنة. السب اكيوت بين البنين يعني السيمتومز تاخد وقت اقل من الكرونيك بس ما بتظهرش على طول برضو وتختفي على طول. النوتيفايبل ديزيز جميل، جميل المصطلح ده ليه؟ الحقيقه هو ورد السنه دي ويمكن الناس اتريقت شويه على وزاره الصحه وقتها عن جهل، يعني الناس اللي اتريقت لما جه بعد الوباء بشهرين ولا بشهر ونص ما اتعلن في العالم وظهر في مصر ابتدى يظهر، اما اتقال وزارة الصحة قررت باعتبارها من يوم كذا سيكون هذا المرض نوتيفايبل. الله، هو ما كانش يعني نوتيفايبل معناها مرض عندما يحدث يكون واجب عليك وتعاقب لو ما بلغتش عنه. يعني ما ينفعش الطبيب زي ما قلنا برضو أرجع لأول الكورس، الطبيب اللي في عيادته الصيدلي في الصيدلية أو في المستشفى، الطبيب في عيادته أو في مستشفيته ما دام في حالة عادية
مش مطلوب كل حالة تحصل يبلغ الوزارة، ده شيء مش منطقي، الوزارة تيجي تعمل إحصائيات براحتها، لكن مش، إنما لما يحصل infectious disease that can become epidemic أو that has become epidemic زي ما احنا شفنا طبعا، لازم المرض ده يبقى notified، خلاص أنا حكمت على إنه لازم إبلاغ السلطات زي حالة الكورونا بالظبط. عشان كده في الأول برضو حصل لخبطة، طب الناس تعمل تحاليل فين، ليه في مستشفيات معينة، لغاية لما كانت تترتب شبكة الاتصالات بحيث أي تحليل هيتعمل ويطلع إيجابي أو مسحة لازم تبلغ بيه الوزارة بعد ما المرض ده أعلن الاكتفاء. ليه؟ لأن أي شخص ظهر عليه أعراض يبقى لازم نعرف مين اللي قبله قبل ما تظهر أعراض ومين اللي قبله بعد وندور عليهم، فده اللي بيخلي مرض يبقى اسمه notifiable disease. برضو كلنا بنتكلم على asymptomatic disease وهو المرض الذي لا تظهر عليه أعراض، وبرضو أي حد درس أي حاجة طبية عارف إن الأعراض في الإنجليزي ليها معنيين، symptoms و signs. signs اللي هي العلامات، المرض اللي الدكتور يبص على واحد كده عينه حمرة مش عارف ايه يشوفها، symptoms يعني المريض بيشتكي من ايه، زورك وجعك اللي هي ما تبانش عليه العلامة لكن هو بيوصفها. برضو الأمراض قد تكون latent وقد تكون contagious اللي هي شديدة العدوى، communicable disease that is easily spread. latent disease دي ليها علاقة بالchronic والacute والsubacute. طب ايه الفرق بين اللاتنت والكلام اللي فوق ده كله؟ اللاتنت ديزيز ده بيأبير فترة طويلة جدا بعد الانفكشن لدرجة انك تظن ان هو اسيمتوماتيك، عشان كده ذكر هنا. فدرجات المرض ايه؟ يحصل انفكشن، ظهرت اعراض يبقى مرض، ما ظهرتش اعراض يبقى مجرد انفكشن. في امراض بتيجي سايلنت خالص اسيمتوماتيك ديزيزز. ليه بنسميها asymptomatic disease؟ احنا قلنا لو مفيش symptoms مفيش disease، بنسميها asymptomatic disease لانه بيجي لناس تانية. يعني لو مرض كوفيد ممكن يعتبر انه كلموا كلام كتير عنه، لكن هو بالتأكيد الفيروس اللي هو بيسبب الكورونا، يعني الكورونا فيروس اللي هو اسمه SARS-CoV-2 ده بيسبب مرض عند ناس، وناس تانية بيبقى بلا اعراض، عشان كده في خطر transmission من شخص asymptomatic. مشكله الاسيمتوماتيك ده انا مش عارف بقى هو، انا ما اعرفوش اصلا، واحد ما عليهوش اعراض ممكن بعدها بسنه ولا مش سنه قوي يعني 5 6 شهور يظهر عليه اعراض، يبقى ده لاتنت ديزيز. لو الاعراض بطيئه وبتطلع بالراحه جدا وتختفي بالراحه جدا او ممكن تقعد سنين يبقى اسمه كرونيك. لو الاعراض برضو بطيئه بس مش بنفس الدرجه يبقى اسمه سب اكيوت. طيب نيجي للانفكشن اللي هي مش الديزيز، الانفكشن دي ما قبل المرض وقد لا تسبب مرض وقد تسبب مرض. العدوى، العدوى قد تكون لوكال في جزء معين او سيستميك تنتشر في كل اجهزه الجسم، عاده بتعدي بالدم او بالجهاز الليمفاوي او الاثنين. في بقى لوكال وفي فوكال. لوكال يعني ايه؟ يعني موجود في حته معينه، واحد عنده مثلا ابسس في اسنانه، واحد عنده مش عارف التهاب في ساقه، التهاب مثلا سيلولايتس في رجله كلها ولكن لا ينتشر. لكن لو سيلولايتس قلبت بتوكسيك شوك سيندروم في الجسم كله تبقى اسمها سيستميك. فوكل بقى يعني هي بؤرة، كلمة فوكل بالضبط ترجمتها بؤرة. أحيانا بعض الأمراض بتيجي لوكال وتختفي أو ما بتجيش حتى، يعني الانفكشن تفضل. مثلا أكتر مثال عليها اللوز، يعني أو حتى لو حد شايل اللوز حتة في الزور كده أو غدد، يحصل انفكشن وتفضل مستخبية بقى يعني متركز، عاملة زي البؤرة الإجرامية كده، حتى البوليس مش عارف يدخلها، دي بيسموها بؤرة إجرامية. البوليس منعهم الخروج بس مش عارف هو نفسه يدخل يقضي عليه. نفس الحكايه، ممكن جهاز المناعه يحاصر الباثوجين في حته مثلا في الزور بس مش عارف يطلع، فممكن من حين لاخر تسرب بكتيريا بكتيريتين يروحوا يقعدوا حته في الجسم، مش كده بيسموها بؤره، مصدر مستمر للانفكشن. واي عدوى قد تكون برايمري وسكندري، دي معلومه برضو عارفينها من زمان بس عشان نسترجع كل المصطلحات دي مع الابيديميولوجي. إن البرايمري انفكشن هي الانيشال اللي بتحصل مباشرة من مصدر العدوى، بينما السكندري انفكشن إن واحد جاله برايمري انفكشن وتطورت أضعفت مناعته فسببت سكندري انفكشن. يعني اللي بيسبب السكندري انفكشن ممكن يكون ما كانش ناوي يعدي، بكتيريا مثلا موجودة في الجسم طبيعي والشخص مناعته ضعفت بسبب بكتيريا تانية عادته، فتقول طب ما أنا بقى جت عليا أنا، ده أنا اللي عايشة معاك وصينات تيجي يعني، فانا هعديك انا كمان، اعدي اسبب حته مرض كمان. فدي اللي بتتسمى سكندري انفكشن. دي برضو طب انا ازاي بقول ان انفكشن ما تعنيش المرض وحصل سكندري انفكشن؟ اقول مثلا اللنج عامه ما فيهاش بكتيريا كتير، حالات نادره اكتشفت يعني بكتيريا طبيعيه مش مضر، لكن لو واحد جاله التهاب رئوي حتى ممكن تكون برايمري انفكشن سببها انفلونزا، اضعفت المناعه واضعفت الانسجه،
تيجي بقى بكتيريا كانت موجوده في الزور تنزل على الرئه تسبب فيها انفكشن، ما كانتش بتروح المكان ده. برضو من امثله السكندري انفكشن الكتير اليورينري تراكت انفكشن، ان حد برضو يحصل له انجري او يحصل له التهاب او عدوى بسيطه من مثلا قسطره ولا حاجه تضعف المناعه او تبتدي تعمل خلل في الانسجه في المكان ده، يجي بكتيريا تانية كانت معديه في العادي ما بتستجريش انها تحط، مش عايز اقول رجلها بقى، تحط البيلاي بتاعتها في الحته دي تعمل سكندري انفكشن. فده معناه اخر مصطلحات الامراض وناخد بقى ننهي بعدها الفيديو ده، هي طبعا اهمهم على الاطلاق واسهلهم على الاطلاق، ان اي طفل صغير واي شخص كبير يعرف الفرق بين مرض معدي ومرض غير معدي. المرض المعدي هو الذي يسببه عامل بيولوجي بيولوجيكال ايجنت، سواء البيولوجيكال ايجنت ده مايكروب او بارازايت او ممكن يكون فيروس. احنا استعملنا المصطلح الدقيق بيولوجيكال ايجنت مش ليفينج اورجانيزم، لان الفيروس هو ايجنت ولكن ليس اورجانيزم، يعني ما هوش عنده خليه. بينما النون كوميونيكابل ديزيز ما بتسببهاش اساسا مايكرو اورجانيزم. وليه قلنا برايمريلي؟ لان قلنا ممكن واحد يجي له مثلا التهاب في ركبته انفلاميشن مش عدوى، والالتهاب يضعف السيستم بتاع المناعه كله في الحته دي ويضعف الانسجه تنمو فيها بعد كده سكندري انفكشن. واحد ممكن يجي له حاجه في عضله القلب ولا مش عارف ايه بعدها دعامه ولا مش عارف ايه في عضله القلب بتتحط بعدها ممكن يحصل سكندري انفكشن. الكوميونيكابل ديزيز طبعا بتتنقل من ده التعريف الاساسي بتاعها من شخص انفكتد لشخص نون انفكتد، وبرده مش شرط يكون مريض لنون، يعني مش شرط يكون مريض، ممكن واحد يكون انفكتد سواء كان مريض او لا لشخص سسبتبل، ونحط تحت سسبتبل مليون خط، لانه قلنا الهرم او المثلث بتاع الابيديميولوجي لا يكتمل الا في سسبتبل هوست. بينما النون كوميونيكابل ديزيز طبعا بتتنقلش من شخص لشخص، يعني لما حد يروح يزور مريض كورونا بيخاف او ممكن ما يروحش خالص في عزل، حتى لو رايح تزور واحد عنده مثلا سي اسهال شديد وقيء مش هتاكل معايا مثلا، لكن مش هتخاف، يعني ممكن تسلم عليه وتغسل ايدك. لكن لو رحت تزور مريض سرطان عبط ان انت تخاف منه، بالعكس انت تخاف عليه، تلبس ممكن تلبس كمامه عشان خايف عليه من اي حاجه عندك لان مناعته ضعيفه. انما تروح تزور مريض سرطان مش هيجي لك سرطان، هتروح تزور مريض سكر مش هيجي لك سكر، هتحضن مريض قلب طبطب عليه بالعكس مش هيجي لك حاجه، يعني ده شيء انت دايما اللي خطر عليهم في هذه الحاله. الكوميونيكابل ديزيز طبعا بيصيب اي سيستم في الجسم، وكذلك النون كوميونيكابل ديزيز، ده تشابه بين الاثنين دايما بيقولوا كده كومبير اند كونتراست. الظريف بقى في الكوميونيكابل ديزيز انه رغم انه اقصى وسريع انتشاره كده، هو النوع الذي يمكن القضاء عليه تماما، يعني كان بي تريتد اند كيورد ويترك بعديه مناعه في احيان كتير. المرض غير المعدي برضو دايما امثلته ايه؟ الاكتئاب. المرض غير المعدي الالتهابات العاديه، يعني التهابات المفاصل، دي التهابات مش عدوى، الواحد جاله التهابات مفاصل بسبب السن بسبب الحركة بسبب جينات عنده، أمراض القلب أمراض السمنة الدايابيتس برضو دي حاجة غريبة شوية ممكن نكون ما خدناش بالنا منها قبل كده، يمكن علاجه ولكن لا يمكن القضاء عليه بشكل نهائي. اللي بيجيله ضغط بيفضل طول عمره عنده ضغط، بيعالج بس أعراضه، ممكن ياخد مهدئات، ممكن يروح المصيف ما ضغطه ما يعلاش، لكن هيفضل طول عمره vulnerable ان ضغطه يعلى. السكر نفس الحكاية وهكذا. حتى الآن لا يوجد علاج نهائي، ولكن ابتدوا حتى الأمراض غير المعدية ابتدى يبقى ليها علاجات فاينل، لأن دلوقتي بيبتدوا يعملوا زراعة أعضاء، مثلا البنكرياس بيتزرع، ممكن يتزرع فيه خلايا معينة اللي هي الايلتس بتاعت اللانجرهانز، بحيث أنها يعني تعمل علاج او جين ثيرابي بتتعمل لامراض كتير. وزي ما بيقولوا بقى الجهود الكتير اللي بتتعمل في ستام سيلز ممكن بعد كام سنه تلاقي واحد بيزرعوا له كبد جديد من خلاياه هو. فالعلم يعني لا حدود له، ولكن حاليا الامراض المعديه هي الاخطر في سرعه انتشارها، ولكن هي التي يمكن القضاء عليها تماما لان ليها مسبب بيولوجي وتترك مناعه. بينما طبعا فيش حاجه اسمها واحد مثلا جاله روماتيزم فجاله مناعه ضد، يعني كون عنده، او واحد مثلا جاله مره يعني اي مرض في القلب فخلاص اتولدت عنده مناعه دائما مش هيجيله المرض في القلب ده تاني، يعني بالعكس هو خلاص يعني لو ما اتعملتلوش جراحه او تدخل بيفضل على طول عنده مشاكل في الجزء ده.
يعني تحملته معايا كتير في هذا النصف الطويل جدا من المحاضرة التانية أو ثلثي المحاضرة التانية، وأعتقد هننهي الفيديو على كده، ويبقى الجزء التاني من المحاضرة التانية. دايما قبل ما بقفل الفيديو أحب، أو قبل ما أخد بريك، أحب أسأل: طب تفتكروا التثاؤب ده معدي ولا لأ؟ ليه بيقولوا لما حد بيدوروا بقى على دي، أي حد بيشوف الفيديو ده يدور هل اليونينج اللي هو التثاؤب معدي ولا لأ؟ البكاء معدي ولا لأ؟ طب البكاء في ليه الجنازات مثلا بتلاقي لو حد عيط كل الناس بتعيط؟ الضحك الهستيري بالذات في فصول سنة تانية ابتدائي وتالتة ابتدائي، لو طالب ضحك ولا تلميذ في نص الفصل، ايه كل الفصل يضحك. ولو كان الابتسام معديا فيا ريت كلنا نبتسم عشان نعدي بعض. وعلى هذا أترككم وأشكركم على حسن الإنصات. ابتسموا كده عشان الدنيا تبقى بسيطة علينا كلنا إن شاء الله، وأترككم إلى لقاء آخر.